سي الوفي، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا سي منير، مرحبا بك فهاد الخنق تويزكي. شحالك مع الصح؟ والله الا بخير. ياك لاباس؟ ها طيب. بس حنا عشيه انتهاء هذا الموسم تويزكي في نسخته الثالثه. اولا نردوا الخبر على الناس، حنا دريك منين؟ سميت هذه المنطقه، اعطينا فكره على هذه المنطقه. اي حنا دريك سي منير فهاد الخنق بجماعه تويزكي، هذا الواد اللي هو واد معروف بالطلح، اللي طلح الزين ودائما يعني تقريبا على مدار السنة كيعود أخضر، نظرا لأن كان في قرب السد هنايا، عندنا السد ديال تويزكي قريب منه، وكاين واحد الفرشة مائية غنية اللي كتخلي هاد الطلحة تقريبا على مدار السنة أخضر، وبالتالي ارتئينا نديرو فيه هاد المهرجان، المهرجان الدولي للرحال بتويزكي، نظرا لهذا الجمالي اللي كيتمتع به هذا المكان هذا. نعم، حنا في منطقة حدودية مع الجزائر، بطبيعة الحال كاين دلالة ديال تنظيم هذا المهرجان وحضور عدد من الفعاليات الدولية في مجال الرعي، في مجال الهجن، في مجال الفلاحة، في مجال الماء. بطبيعة الحال انه استضافة ديال المهرجان في هذا المكان عندها دلالات يعني أخرى، من قبيل انه الناس في هذه المنطقة الحدودية كتعيش بأمن وأمان في بلادها المغرب، وانه الكل يعني كيستمتع بحياته، كيعيش حياته الطبيعية، بل أكثر من ذلك أنها كتجي وفود من جميع الدول، وكتشاهد هذه المناظر الزينة، كتشاهد هذا الأمن اللي كيعيش فيه المواطنين المغاربة في هذا المكان، كذلك كتشوف نمط العيش والاحتفالية والكرنفالية وكل شيء اللي كيعيشوا هاد الناس، وكتتابع عن قرب، كتعيش حياة البدو على طبيعتها، وهذا هو الهدف الأساسي ديال المهرجان، أنه نحيو هاد الثقافة ديال الرحال، ثقافة البدو كيف تكون، ونطلع الآخرين عليه. مقارنة مع النسخ الفايتة زدنا وسعنا الفضاء بشكل كبير، عدد الخيام اللي كتنازم بين 80 و90 خيمة، والهدف أنه كاين فيها ثلاثة، كاين خيام موضوعاتية، كاين خيام ديال الصناعه التقليديه، وكاين خيام ديال المنتوجات الفلاحيه، وكاين خيام فيها الناس عاديه كتعيش حياتها اليوميه بشكل طبيعي، يعني بدون انه الهدف هو العرض او غير ذلك، وانما الهدف هو انهم يعيشوا هذه حياه البدو. هذه بالنسبه كذلك الجانب الاخر بالنسبه للضيوف الاخرين يعني اللي جايين من دول، كاين بيفواك اللي هو تقليدي في المسائل التقليديه، فراش تقليدي، جميع المسائل التقليديه، باش حاولنا ما امكن نوفروا ظروف تقليديه حتى طبيعه التغذيه. الى لاحظتوا التغذيه طيله ثلاث ايام كانت تغذيه تقليديه، مثلا كسكس بالتشطار، التقليه، الحساء في الفطور، الحساء، العيش، مارو، اذا مسائل اللي هي طبيعيه وبدويه. كيف ممكن تكلموا على الدورة الثالثة وكيف ممكن تطلعوا الدورة الرابعة إن شاء الله؟ إن شاء الله بالنسبة كيف لاحظتوا النسخة الثالثة شهدت واحد التطور مقارنة مع النسخة الثانية، طفينا منذ النسخة الثانية طابع الصيغة الدولية، زدنا طورنا في الفضاء، كبرناه أكثر، كذلك في الفقرات زدنا نوعناهم، وزدنا مثلا بالإضافة لكاين فقرتين شهيرتين ديال سباق الشارة وسباق الهجن، زدنا كذلك سباق النبال، الرمي بالنبال، وهذه إضافة، وكل يعني كل سنة كنطوروا، نحاولوا نطوروه، وكنتمناو حنا كيف في عشية اختتام ديال هذا المهرجان النسخة الثالثة. عشنا ايام في الحقيقه رائعه جدا، كان حضور جماهيري اللي هو مشرف بل كثيف، كانت تفاعل مع جميع الفقرات. ان شاء الله بالنسبه للنسخه الماضيه المقبله هذا كيشجعنا باش نحاولوا نجتهدوا اكثر، نزيدوا فقرات اكثر، ويكون حضور دولي اكبر من هذا اللي كاين دابا، ونعملوا على تسويقه في الخارج، لان لحد الان التسويق ديالو في الخارج مازال محدود في الحقيقه، ولكن سوف نشتغل عليه ان شاء الله عن بعد، يعني نشدوا واحد الوقت طويل باش نشتغلوا على هذا البعد الدولي. الدوليه ليست بالبسيطه، ومع ذلك كان حضور من مجموعه من الدول، وما يزيد على 20 دوله كانت حاضره بصفه ممثلين، كنتكلم على العدد، انه كنطمحوا يعود العدد ديال الوفود اكثر فاكثر، وكاين اللي كيضفي انه اللي جاهون، غتلاحظوا انه اللي جاهون راه كاين ضيوف جاونا السنه الماضيه وعاودوا جاونا السنه هذه المقبله من دول بعيده، سواء من الاردن، سواء من الانجليز، سواء من المان، كاين ضيوف جاوا السنه الماضيه يعني النسخه الفايته، وجاوا حتى هذه النسخه. لماذا؟ لانه عجبهم هذا النمط في الحياه، هذا النمط من المهرجانات اللي كيحيي ثقافه الرحال عن حق وحقيقه، ليست فولكلور، لان الساعه اللي قلت لك تجول مثلا في الخيام كتلقى الناس شي طيب الطعام، شي عجن، شي طيب الخبز في الحوض، شي اكدور، شي يعني حياه البدو
طبيعية بدون تكلف، ما فيها مثلا تمثيل أو تزييف أو غير ذلك، ولكن عايشينها لأنهم كيطيبوا فيها ما يقتاتوا بهم عايشتهم اليومية.